الحسن مدرب الاتحاد الرياضي لأفورار، هنيئا لكم هذا الفوز هذا. شنو هو الاعتصامات ديالهم يعني بعد ما حققتوا هذه النتيجه المهمه هذه؟ الاعتصامات ديالنا هو حنا طالبين ان شاء الله هذا العام هذا باش نحققوا الصعود على حسب المكتب ورسم باش يكون ان شاء الله الصعود. نتمنوا ان شاء الله المكتب يساندنا واللعابه حتى هما نديروا يد في يد، والمكتب المسير والناس كافه ديال جميع افورار. نتمنى ان شاء الله التوفيق، وحنا راه تنمشيو تنديروا الاعتصامات ديالنا على حسب المعطيات اللي عندنا، وحنا ان شاء الله تنتمناو التوفيق في كل مباراه. وحنا دابا كنديروا مباراه بمباراه، ما تنشوفوش حنا جميع المباريات، حنا دابا تنشوفوا مباراه مع مباراه، وان شاء الله نتمناو التوفيق. وهذا راجع لان حنا محتفظين بالكتله ديال ولاد البلاد تقريبا 80%، جوج بلاد شي لعابه مع برا. نتمنى ان شاء الله التوفيق، وما كون اخي ان شاء الله خص غير الجمهور يساندنا والمكتب والناس المسؤولين والغيورين على الفريق ديال افورار. شكرا لكم.